إذن مشاهدي الكرام، كانت هذه دقيقة صمت ترحم على أرواح شخصيات رياضية فارقتنا هذه الأيام. وسيم جزار لاعب نادي رأس الماء، اللاعب الشاب في مقتبل العمر غادرنا، إدريس قعقع الحارس الدولي السابق لوفاق سطيف، والحبيب بن ميمون لاعب سابق لمولودية وهران، صالح بودا رئيس نادي برج بوعريريج تغمدهم الله برحمته الواسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن ننتظر صافرة الانطلاقة، صافرة البداية تعطى في هذه الآونة من قبل الحكم جاموح، كرته طويلة مباشرة من الحكم جاموح، ولكن كرة من وسط الميدان معذرة أيضا حتى المعلق، لأن الأمور حارة جدا والصيافة معذرة. إذن أول كرة تصل إلى الحارس خديرية سفيان من وسط الميدان مباشرة بعد تنفيذ ضربة البداية، كرة الدور بين عناصر اتحاد خنشلان، انطلاقة على الجهة اليمنى هذه المرة سريعة، البحث على العرضية، التوزيع على الركنية، لا تصطدم بالقاء بعمود الركنية وتخرج إلى التماس، أول كرة سريعة تصل كرة للعمري السيدالي، عودة الدفاع بقوة من جان مولودية العاصمة، كرة في وسط الميدان ثم الانطلاقة عن طريق بايزيد، سيكون لنا حديث عن بايزيد مع مرور الوقت، هو المستخدم من فريق اتحاد خنشلان، كرة في وسط الميدان تبقى عن طريق يعيش، حول كرته ناحية رفيقه على الجهة اليمنى وين موجود المدافع الظهير الأيمن قمرود، كرة التماس أو في الوقت اللي فيه تسديدة جانبية من بعد، تسديدة كانت من بعد لكنها مرت جانبية، التسديدة والمباغتة من صمد دياري هو الذي سدد من خارج منطقة العمليات ومرت بجانب القائم ببضع سنتيمترات فقط، أول تسديدة من جانب عناصر اتحاد خنشلة صوب مرمى المولودية، هذه المرة جانبية محاولة المباغتة رغم المتابعة والارتماع في الاتجاه السليم من رمضان عبد اللطيف حارس المولودية، إلى أن الكرة مرت جانبية، كرة تقريب في وسط الميدان، كرة مرفوعة ناحية طاهر يرود كرته ممتازة، محاولة الضغط عليه يبحث على التوزيع، العرضية موجودة، تدخل دفاعي رائع، يبعد هذه الكرة عن طريق حقاس يلحق عليها دبيح، يصعد من أجل المساعدة قمرود، كرته طويلة مقطوعة في الوسط، تدخل تقدم عناصر مولودية الجزائر، غزالة طلب الكرة تبقى لمصلحة المولودية، أخذ ورد توزيعة من يوسف داخل منطقة العمليات، تغطية وحاول تغطية الحارس اللاعب حفظ وضربة جزاء، الحكم جاموح يعلن عن ضربة جزاء، الحكم جاموح يعلن عن ضربة جزاء بعد مرور 8 دقائق من المرحلة الأولى لمصلحة مولودية الجزائر، لاعب المولودية كان ذكي، إذن جاموح يعلن عن ضربة جزاء لمصلحة المولودية عند الدقيقة 8. نعيجي زكريا، نعيجي زكريا هو الذي كان وراء هذه ركلة الجزاء، ضربة الجزاء بليلي والحارس خديرية، بليلي يوسف بليلي وخديرية سفيان، بليلي يفتح مجال التهديف، يفتح المولودية تفتح مجال التهديف مبكرا في الدقيقة 10، تتمكن المولودية من فتح مجال التهديف وتتقدم في النتيجة هدف مقابل صفر من توقيع الهداف المولودية يوسف بليلي، وفرحة أنصار المولودية الجزائر، الأنصار الذين يعيشون موسما ولا في الخيال، فريقهم تمكن من فتح مجال التهديف عن طريق ضرب الجزاء من كرة ثابتة، يتمكن يوسف بليلي من مباغتة الحارس خديرية وتوقيع الهدف الأول، هدف قد يلهب وقد يشعل المقابلة، وننتظر رد فعل فريق اتحاد خنشلة. الحكم يترك اللعب يتواصل، بليلي ينهض رمى سقوطه، ينهض يسترجع هذه الكرة يلعبها مع زميله، تدخل بقوة المدافع من قمرود ببراعة أيضا، يسترجع هذه الكرة وهجوم خاطف وسريع للاتحاد انطلاقا من منطقته، محاولة بناء العمل الهجومي انطلاقا من منطقته ناحية يعيش، يعيش يبحث عن المراوغة، هل يمر أمام حليمية ضاعت عليه، رجعت لطهار على الجهة اليمنى،
بايزيد طلب الكره داخل منطقه العمليات، يهدأ اللعب، ينتظر صعود زملائه، يجد امامه زقرانه، زقرانه بليلي، بليلي، تمريرات بينيه بين عناصر المولوديه، تهدئه اللعب مثل هذه الظروف. رغم ذلك المباراه في المستوى، الاداء في المستوى لحد الان تبقى لمصلحه المولوديه بعدما نفذت الركنيه، تدخل الدفاع ثم العمري سيد علي، البحث عن التسديد، البحث عن التسديد والمرور عن طريق الامويلي، تبقى للعمري سيد علي للاتحاد، وصل كرته بسرعه ناحيه يعيش، يعيش البحث عن التوزيعه والعرضيه كالمعتاد لما تكون عنده الكره، ولكن تدخل الدفاع، التفوق في الكرات العاليه هذه والعوده لا اين، التدخل الدفاع، تدخل الدفاع، محاولة الضغط من بليلي على خديريه بالخطا ناحيه طاهر، يروض هذه الكره في منطقه الاتحاد، يمررها بهدوء وبرزانه ناحيه رفيق عيجي، كره لم تتعدى خط التماس، تبقى لبليلي، رفيق انطلق، عيجي انطلق، انطلق عيجي، عيجي عيجي عيجي، اوه الهدف الثاني في القائم الثاني، بايزيد في استقبال هذه الكره بعد التوغل، بعد كره ممتازه من يوسف بليلي ناحية نعيشي، نعيشي يمرر في القائم الثاني، وبايزيد سجل الهدف، واحتراما لأنصار فريق السابق لم يحتفي بالهدف. إذن المولودية تضيف الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي للشوط الأول، وتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف واحد، هدفين مقابل صفر لصالح المولودية. إذن هدف في القائم الثاني، نعيشي كان وحدي لوحده، هاي التمريرة في المرة الأولى كانت تمريرة من حليمية، حليمية لعبها لبليلي، بليلي لنعيجي، ونعيجي لبيز. تعلق الشوط الثاني، يعيش في أول كرة تبقى لمصلحة الاتحاد خنشلة، محاولة المرور، تدخل الدفاع، تدخل الدفاع بقوة أمام صمد دياري لم يتمكن من المرور، تبقى الكرة أول كرة للمدافع وللاعب البديل مداح، مداح صامر، كرته طويلة، البحث عن ديب، الدبي عفوا، ووضعية التسلل، دبيح شعيب تحرك في الشوط الأول على الجهة اليمنى في الصراع، هنا في الخطأ وليس وضعية التسلل، الحكم المساعد أشار إلى الخطأ، تنفذ الخطأ، تنفذ الخطا ونفذ بالخطا. نعيش توصل الكره، نعيش داخل منطقه العمليات، يوسع كرته وتصطدم بالمدافع، يستنف اللاعب ثم دياري داخل منطقه العمليات، بالعقب بالعقب تبقى، لا 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 اعتقد اللاعب تمكن منها، لكن تدخل الدفاع لم يتمكن من هذه الكره، ثاني اخطر كره من جانب اتحاد خنشله داخل منطقة العمليات بالخطأ، يوسف بلالي يسترجع هذه الكرة، وصلت كرة ممتازة يحطها ناحية بايزيد، وتدخل الدفاع، التغطية الدفاعية، بايزيد يرتكب الخطأ، نعم في هذا الصراع الثنائي، خسر الصراع الثنائي لأنه ارتكب الخطأ على مشارف منطقة العمليات، انطلاقة من مداحي، كرة ناحية حوغاس، توصل الكرة لمن؟ لأوموويلي، أوموويلي سبقوا المدافع، سبقوا المدافع، مدافع سبقه، خرج الكرة إلى رمي التماس قريب من زاوية الركنية، مداع عبد الله داخل منطقة العملية، هذه الكرة تبقى لصمد دياري، البحث عن المراوغة، يمر الحكم يقول ضربة جزاء، الحكم يقول ضربة جزاء في هذه اللقطة الفردية والمراوغة ومحاولة التوغل من صمد دياري، الحكم يمنح الخطأ ويمنح ضربة جزاء، يعلن عن الخطأ وضربة جزاء لمصلحة الاتحاد خنشلة بعد عمل فردي، يذكرنا بالعمل الذي قام به يوسف بليلي في المرحلة الأولى لما تحصل على ركلة الجزاء، هو العمل الفردي من صمد دياري أمام لاعب زقرنة، لحظة التركيز، عين على المرمى وعين على الكرة، عين على الكرة وعين على مرمى الحارس رمضان عبد اللطيف من سامير، سامير ورمضان منتظر، ننتظر إشارة الحكم حتى يعطيه الحكم إشارة تنفيذ ركلة الجزاء، سامر، سامر ورمضان، سامر يتهيأ سامر، سامر ويقلص النتيجة، سامر يقلص النتيجة، يتمكن اتحاد خنشلة من تقليص النتيجة
بعد مرور 10 دقائق من المرحلة الثانية. إذن سامر يتمكن من إعادة الروح إلى مدرجات ملعب عمار هنا بمدينة خنشلة. إذن فرحة أنصار اتحاد خنشلة بهذا الهدف الذي جاء من ركلة الجزاء وتقليص النتيجة وبعث المباراة من جديد. المباراة ستكون أكثر تشويقا وأكثر إثارة فيما تبقى من دقائق المرحلة الثانية. ونغلق القوس، لكن فقط نقول أن فريق اتحاد خنشلة يستقبل الموسم القادم بالمركب الأولمبي، بالمركب الأولمبي أول نوفمبر، لأن الأشغال تقريبا انتهت والملعب يتوفر على الإنارة يعني. وبالتالي فخليني نقول أن الفريق يعني سواء في البطولة أو في أي شيء يلعب لين، وهذا شيء رائع وجميل جدا بالنسبة لأنصار الفريق. الكرة ثم الانطلاقة بليلي، محاولة التوغل في الوسط يحط كرة ولكن ضاعت على نعيجي والحكم يمنح الخطأ لبليلي. ضاعت على نعيجي والحكم يعاود يرجع إلى الخطأ الذي ارتكب. سنشاهد في هذه اللقطة بليلي أراد المرور عن طريق المراوغة لكن ربيعي ارتكب الخطأ. خديرية والذي سيتولى التنفيذ خارج منطقة العمليات تقريبا في وسط الميدان، سيوزع كورتو، كرة طويلة تبقى لمصلحة الاتحاد. الصراع الثنائي مرزوقي لم يتمكن من هذه الكرة، لم يتمكن من يسيطر على الكرة. هو أيضا دخل من أجل تقديم الإضافة خاصة من جانب أنه بدني في كامل الجاهزية. رفقاء بذلوا مجهودات كبيرة، اللاعبين الأساسيين، الكرة متواصلة والحكم يعلن عن خطأ. الحكم يعلن عن خطأ لمصلحة الدفاع المولودية وبالعمري. العمري جمال تدخل كان من لعب أمويلي النيجيري بهذا الارتقاء